رقم 50 ها. ويا اهلا وسهلا يا ساده في اليوم الاول من تحدي قطع امريكا من نيويورك الى لوس انجلوس بلا اموال. واذا قدرنا نقطع هاي الولايات من اولها لاخرها خلال 50 يوم تستنانا براند نيو رينج روفر سياره احلامنا من شادي السايس. هذا هو اليوم العاشر وهذا هو يوم السفر في جهاز موجود الان. يعني تعال في عندنا رينج روفر وعندنا تحدي اوريدي ملحوقين بالوقت وتقام بسرعه من بيت الابيض. ويا اهلا وسهلا يا ساده من اليوم رقم 50. شادي جاهز الرينج روفر لونه ذهبي او اسود من جوا لون احمر. الساعة 3 الفجر وماشيين في حدائق نيويورك بندور على سرير. عيالات نامة شكلها والله شكلها عيالات نامة يا جماعة. شايفينها واي حدا داخل امريكا عنده وظيفة وحاب عن جد يدعمنا وشغلنا عنده. اليوم هو يوم 11 وما ضيع لنا وقت كثير. يا الله ويا اهلا وسهلا يا ساده من اليوم 50 من تحدي عبور امريكا من نيويورك الى لوس انجلوس بلا اموال. واذا قدرنا عبرها خلال 50 يوم تستنانا سياره احلامنا الرينج روفر من عراب اليوتيوب شادي السايس. واليوم هو اليوم 50 وساعات قليله بتفصلنا عن الساعه 12 بالليل ولساتنا موجودين بفينيكس اريزونا وعندنا تحدي لازم نعمله وعندنا تحدي بلاس فيغاس لازم نعمله. في عندنا تحدي ثالث ما بنعرف شو هو مغلق ما فتحناه. فمن هذا المنبر وبكل اسف نعلن خسارتنا بالسلسله اللي دامت 50 يوم كاملين. ولكن هذا الشيء ما بمنعنا انه احنا نظل مكملين الرحله الى كاليفورنيا ويتسجل بتاريخنا انه احنا قطعنا امريكا من اولها لاخرها بدون فلوس نهائيا. هذا الشيء راح يصير اليوم واليوم هو اليوم 50. ولكن هذا الشيء ما راح يمنعنا كمان ان نعمل وظيفه تستفيدوا منها وتتعلموا منها وتشوفوا الوظائف في امريكا قد ما بنقدر، لانه هذا هو اليوم 50 وانا واعدكم انكم تشوفوا اكبر كميه وظائف موجوده في امريكا. فاليوم عندنا وظيفه راح نشتغلها واحنا نعلم علم اليقين بالخساره، ولكن هذا الشيء ما بمنعنا انه نصورها ونعيش الاجواء وتشوفوها. خلينا الان نتحرك على الوظيفه القادمه. طيب يا جهاد شو راح يصير بعد هذا اليوم؟ هل راح توقف نشر عن السلسله ولا راح تكمل نشر لحد ما توصل لوس انجلوس كاليفورنيا؟ هذا الشيء باذن الله راح يبين معنا نهايه هذا الفيديو، لانه اليوم في اتصال حيكون مع شادي السايس بخصوص هذا الموضوع. اجانا الان مسج من شادي السايس بده يحكي معنا عشان ناخذ قرار بالموضوع، فخلينا نصف عشان ارن عليه. You have reached Shadi Sayes. Please leave your phone number and message. Thank you. I'm going to call you. I'm not working. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Hello. السلام عليكم، كيفك شادي؟ اهلا اهلا جهاد وياد. اهلا اهلا، كيف امورك؟ هلا هلا، كيفكم؟ والله مش بخير. ليش؟ لسه بفينيكس اريزونا وتحدي المنطاد مو قادرين نخلصه، ما عندناش كونكشنز بفينيكس، ولكن يعني مو لاقيين وظائف للامانه، والموضوع حكلفنا 600 دولار تقريبا. ف واليوم رقم 50، فشو الترتيبات؟ والله اول شيء انتم كثير يعني رائعين، خلصتوا كثير شغلات، يعني مش عارف انتم عن جد عن جد رائعين. شو رايك اسمع؟ طيب ليش ما نعمل هالشيء؟ خلينا نعطيك كمان 3 ايام. اوكي 3 ايام اكسترا. اكسترا. اوكي. واذا ما قدرت، يعني انا مش عارف، يعني انتم عملتوا اول مره بالتاريخ تنعمل، قطعتوا امريكا ب 50 يوم بدون اموال، يعني هذا لحاله يا جهاد، ما بعرفش اذا عيات جنبك كمان. عيات بتصور. نعم، انت على الكاميرا باي ذا واي. اوكي. حبيبي. يعني انتم عملتوا يعني إشي من عملش، يعني إشي تاريخ حينكتب ويظلوا بالتاريخ وحيتقلد، مش حيكون نفس الإشي، حتكونوا أنتوا الأصليين الأولين. فهذا أول إشي أعمل pat on the back لك وقلها أنتوا عملتوا إشي. الحمد لله. عملتوا إشي فخم، مش إشي بسيط يعني. الحمد لله. فخلينا نشوف، خلينا نعمل هدول 3 أيام، إذا قدرتوا الرينج روفر موجودة، ما قدرتوا خلينا نفكر، شو رأيكم نعمل شغلة ثانية؟ أوكي. كل واحد فيكم له 10,000 كاش. كل واحد 10,000 دولار كاش. كاش انت و 10,000 لك و 10,000 لايات، يعني التوتال 20,000 دولار. 20,000 دولار. هلا السياره هي مزبوط اكثر، بس كان تحدي بتعرفي انه بغير كلمتي، بس انتوا مش طبيعي، يعني شو اتبعتوا وعملتوا شغل بجنن، يعني مش عارف كيف اوصف قد ايه فخور فيكم، كثير كثير proud of you guys. يعني الان سؤال فهمته منك انه عندنا واحد من تو اوبشنز، عندنا واحد من الخيارين، الخيار الاول انك تعطينا 3 ايام زياده نخلص التحديات ونوصل لوس انجلوس، إذا
اذا قدرنا نعملهم خلال 3 ايام التحديات وصلنا ان رينج روفر والتحدي ماشي 100%. او الخيار الثاني انه ما نعملش التحديات وناخذ 10K انا وايات وخلص وهيك انتهى التحدي. هيك افهم منك بالضبط. تسحب حالكم تيجي لهون كل واحد له 10000 دولار نسحب حالنا بس بدون تحديات، بدون تحدي المنطاد، بدون تحدي لاس فيغاس، يعني اول ذا وين ضلنا سايقين على لوس انجلوس. خلص ريحوا حالكم، يعني انتوا خلص ال 50 يوم بدون اموال، يعني مع انه هاي بس عملتوها. انا تحدياتي بعرف كان شوي صعبه، ممكن في لا مش شوي مش شوي الله يرضى عليك، ثواني مش شوي مش شوي هاي لا الجمهور راح يدق فيك مش شوي بالمره مش شوي لا. بس يا جهاد يا عياد انتوا عملتوا شيء يعني قنوات تلفزيون ما قدرت تعمله مع تيم كامل، عملتوا اشياء مش طبيعيه. يعني انتوا تخيلوا الخبره اللي حصلتوا عليها والمعلومات اللي اعطيتوها لمتابعينكم بهال 50 يوم عن 50 سنه، يعني انت مش فاهم. غير الناس اللي كانوا موجودين بالفيديوهات اللي تعرفنا عليهم، تعرفنا على شغلهم، تعرفنا على الجاليه العربيه ناجحة ورفعت، يعني رافعين وجهنا بكل ولاية رحت فيها. فأنت تنساش هذا الاشي، يعني مزبوط. احنا الهدف انه بدي اياك تربح، تعرفني انا بحب اربح. صحيح. ولا انا عارف. صحيح. عندي القانون قانون بقول لك على الوقت الوقت، يعني احنا اتفقنا من الاول، احنا بيننا وبينكم قعدنا مع بعض واتفقنا على الايام وعلى كل شيء. صحيح. وانت وياك قلت لي اوكي وانا هينا. هلا عندنا المهلة مثل ما انت حكيت، ثلاث ايام كملوا كل النهاية او تسحب حالكم تيجوا كل واحد له 10000 دولار. طيب معناته خليني انا احكي معايات في الموضوع وبعدين ببعث لك مسج بالقرار النهائي، بحكي معك يعني حبعث لك مسج نهاية اليوم بالليل. خلص انا موجود ويعطيك العافية. واذا هاي بالله يشكر المتابعين كلهم، يعني هاي مسامعينك سامعينك ايهم او من الثاني عم بيطلعوا من الثاني، يعطيك العافية. مش طبيعي يعني قد ما احكي، يعني اشي انا بحلم انه كنت قادر اعمله وما كنتش اتخيل حاضر اعمله، بس جهاد وايات مع بعض عملوه. فعن جد عن جد كثير فخورين فيكم. انا متأكد مش انا لحالي بل كل المتابعين كمان. والله ماشي شادي، كل احترام لك شادي، شكرا لك. و I will keep you updated. ببعث لك مسج اليوم بالليل ان شاء الله. اوكي حبيبي يلا يعطيك العافيه. الله يعافيك. باي 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 شادي باي باي. او ماي جاد I'm stressed. I swear to god I'm stressed. خلينا الان نشوف الوظيفه اللي مع علي اليوم اللي امنا اياها، وبعدين حناخذ قرار مع بعض ان شاء الله بخصوص شو راح نعمل بالضبط. وللاسف ولليوم الثاني على التوالي ما قدرش نامن وظيفه. الان علي حكى لنا ان الشاب اللي رتبنا معه اليوم بطل يرد على التليفون، ف اليوم ما فيش وظيفة لليوم الثاني في فينيكس أريزونا. اليوم الأول ما زبطت، هذا هو اليوم الثاني ما زبطت، ففيش عمل. فيش عمل بالوظيفة؟ ما فيها. يلا بسيطة، فيش وظيفة اليوم، فخلينا نروح على البيت ونشوف شو راح نعمل الآن. وصلنا الآن البيت بعد يوم طويل جدا، صار فيه اتصالات كثيرة وقرارات فكرنا فيها. وللأمانة بعد ما سمعتوا كلام شادي وبعد ما عشت معنا 50 يوم أمريكي وبعد ما شفت العرضين اللي موجودين، إن العرض الأول إن نأخذ 3 أيام زيادة ونكمل التحديات والثلاث مغلفات اللي موجودة عندنا، وإذا قدرنا نوصل لوس أنجلوس خلال 3 أيام يعني 53 يوم راح نربح الرينج روفر، ولكن إذا خسرنا بنخسر كل إشي. والعرض الثاني اللي هو إنه الله يعطينا العافية الآن قدرنا نوصل الولاية اللي موجودة قبل لوس أنجلوس ونتحرك مباشرة إلى لوس أنجلوس كاليفورنيا بكرة ونأخذ 20,000 دولار أمريكي، 10,000 لآيات و10,000 إلي، وهذا تقديرا لتعبنا وجهدنا بالسلسلة كاملة. فإحنا مخيرين بهذول الخيرين ولازم نختار واحد منهم. فشو اخترنا الآن راح أفرجيكم وأحللكم الموضوع. اللي بيصير كالتالي، إن هذا المغلف اللي هو في تحدي المنطاد، وقبل شوي شيكنا مرة ثانية على أقرب حجز لموضوع المنطاد وكان بعد 3 أيام من الآن. فعشان نخلص هذا التحدي يصير المغلفين الموجودين هون، عشان نخلص هذا التحدي الموضوع بدنه منا 4 لـ5 أيام لما نشتغل ونلم فلوس ونحجز المنطاد ونروح نسويه ونخلص. فهذا التحدي لحاله بده منا 5 أيام، فثلاث أيام اللي أعطانا إياهم شادي اللي زيادة هذول ما بيكفوا. ما بالكم لما نوصل لاس فيغاس ونفتح المغلف وتحدي لاس فيغاس، ما بنعرف شو موجود في هذا المغلف ولا بنعرف التحدي، وهذا الشيء بعطينا ريسك ومخاطرة كبيرة. ولو حكينا إنه هذا التحدي بده منا كمان يومين فصاروا 7 أيام لحد هاي اللحظة. وفي المغلف رقم 12، هذا المغلف راح نفتحه في لوس انجلوس، ما بنعرف شو موجود بهذا المغلف، ولكن اذا كان في تحدي فراح ياخذنا كمان يوم او يومين. فاحنا بنحكي من 9 لـ10 أيام هذول مينيمم بدنا اياهم لحتى نخلص التحديات اللي موجوده بهذول المغلفات. وهذا الشيء مش ذكي ان ناخذ 3 أيام الزياده. فانا وايات قررنا انه ناخذ ال10,000 دولار امريكي لايات و10,000 دولار امريكي الي، وهيك بنكون اخذنا لقب واول اشخاص عرب بيقطعوا امريكا
امريكا من اولها لاخرها بدون فلوس، ولكن عشان هذا اللقب بيكون بشكل فعلي 100% $70 الامريكي اللي معنا الان فقط هاي الفلوس اللي راح نستخدمها حتى نوصل لوس انجلوس. يعني فعليا هاي الفلوس اللي كانت معنا ما حنستخدم من جبتنا اي فلوس نهائيا، راح نستخدم $70 امريكي لحتى نوصل لوس انجلوس، وهيك فعليا بيكون قطعنا امريكا من اولها لاخرها بدون فلوس نهائيا، واحنا اول عرب بيعمل هذا الشيء في العالم كله. خلينا نحكي شغله الان من كل قلبي الان، انا مرتين بكيت في حياتي قدام هاي الكاميرا. المره الاولى باول لحظه دخلت فيها كاليفورنيا، كانت قبل سنه من الان، لانه كاليفورنيا هي ولايه احلامي، فانا بلشت بولايه نيو هامشير وقعدت فيها 3 شهور، بعدين سكت all the way to كاليفورنيا. لما وصلت كاليفورنيا بكيت قدام هاي الكاميرا، وكانت اول مره ببكي فيها على قناتي على اليوتيوب. والمره الثانيه كانت اليوم، لانه الموضوع جدا حساس بالنسبه لي، وكيف انه قطعنا امريكا لاولها لاخرها بدون فلوس، واليوم هو اليوم رقم 50. 50 يوم من التعب، 50 يوم من الجهد، 50 يوم من الفلوجات، 50 يوم من الثامنيلز، 50 يوم بالتواصل مع التيم. بالليل ما كنت اطفي التلفون نهائيا، لانه كل لحظه كان بيجيني اتصال من الفريق، اللي عنده سؤال واللي عنده ملاحظه واللي عنده اقتراح. فحتى الليل ما كنا ننامه عشان يطلع لكم محتوى. هذا المحتوى اللي طلع لكم ناس كثير استفادت منه، صار عندكم فكره عن انواع البزنس، صار عندكم فكره عن الاشخاص الناجحين في امريكا، صار عندكم فكره عن قوه العرب في امريكا، تعرفتوا على عالم، تعرفتوا على انواع بزنس، تعرفتوا على اشخاص ناجحين، حبيتوا امريكا اكثر وشفتوا الجانب الحلو فيها، تعرفتوا علينا اكثر وشفتونا واحنا بنعاني على الطريق، وانبسطتوا بكل لحظه عشناها بهاي السلسله، وعشتوا معنا التوتر والفرح والحزن والحماس والضحك والمزح، وصار عندكم كميه معلومات كبيره ممكن لو عن جد بدنا نغطيها بشكل عام راح تاخذنا سنه كامله على القناه لحتى نغطي اللي عشناه بالسلسله. فبدي اياكم من كل قلبي تكتبوا لنا تحت في الكومنتس انتم شو استفدتم من هاي السلسله، وشو غيرت فيكم هاي السلسله، لانه راح نطلع على تعليقاتكم، وعن جد راح ننبسط اذا انتم استفدتم بقدر كبير منها. فاكتبوا لي تحت في الكومنتس شو كانت فائده السلسله عليكم بشكل شخصي. وهيك للاسف انتهى الفيديو رقم 50 من اصل 50 في تحدي عبور امريكا من نيويورك الى لوس انجلوس، وانتهت السلسله في فينيكس اريزونا، ولسه ظل قدامنا 3 تحديات. فشكرا عن جد من كل قلبنا على كل لحظه حلوه عشتوها معنا، شكرا على كل رساله بعثتوا لنا اياها، شكرا من كل قلبي على كل تعليق علقتوه بالفيديوهات اللي قبل. والان راح يكون الاعلان عن الفائزين تحقيق الحلم على حساباتنا على انستغرام، وراح تلقوهن تحت بالوصف. وزي ما وعدناكم تحقيق الحلم حيكون ان شاء الله السحب على الانستغرام، فاول رابطين موجود تحت بالوصف هو رابط حساباتنا نوايت على الانستغرام، تعالوا هناك لانه السحب حيكون هناك، وتوزيع جزء من ارباحنا لكفاله الايتام برضه حناخذ قرار مع بعض برضه حيكون على الانستغرام، حيكون هذا كله بالتشارك وبالتشاور معكم باذن الله. وهذا هو اخر فيديو بالسلسله، ولكن حيكون في كمان فيديو هو فيديو استقبالنا بلوس انجلوس وفيديو وصولنا للوس انجلوس، بس ما راح يكون لا باكر ولا بعده، راح ينزل الفيديو بعد 4 أو 5 أيام من الان. فخليكم جاهزين اصدقائي للفيديو الجاي والفيديو الختامي، فدير بالكم على نفسكم اصدقائي من فينيكس اريزونا. الان بقدر نقول لكم بكل اسف دير بالكم على نفسكم اصدقائي. سلام.